عبد الحق مؤمن رئيس جمعية نصر للتضامن ملاكي مكتري وسائقي سيارات الأجرة والنقل. احنا الآن كنتواجدوا بالضبط بالوحدات الثابتة لتحقن دم سيدي عثمان المتوجدة بعملة مقاطعة مولاي رشيد قرب المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي عثمان سابقا عملة مقاطعة مولاي رشيد. تكلمنا على هذه الحملة ديال تحقن الدم اللي نظمتوها قبل شهر رمضان. هذه الحملة اللي نظمناها احنا معروف علينا في البرنامج السنوي كنكونوا مسطرين عدة أنشطة ما فيهم حملة طبية، حملة لتبرع الدم، توعية وتحسيس، ما فيهم عملية إفطار جايز الأخذ للناس المتشردين والمعوزين، وما فيها القفة الرمضانية، عدة أنشطة ليه. هذه الحملة الأولى اللي منذ بداية 2023 اللي حنا عندنا إن شاء الله غيكون أربعة ديال الحملات سنويا، وحنا معروف علينا ملي كيكون كيضرب واحد الناقوس ديال الخطر على مستوى البنك مخزون الدم كنكونوا مسبقين انه كنعرفوا الحالات ديال حوادث السير، النساء الحاملات، المرضى المصابين، الناس العمليات الجراحيه، وتحنا كمهنيين سيارات الاجره كنكونوا تحنا كنتعرضوا للحوادث وكنتعرضوا للامراض الكيلي وهذه، وكنشوفوا من هذا الجانب. وحنا بهذه المناسبه ديال دخول شهر رمضان الابرك ديما عادتنا كنكونوا مسبقين انه كيكون خصاص واحد الخصاص كثير اللي كيكون على مستوى المركز الجهوي لتحقن الدم. يعني بالنسبه للتجاوب واش كاين تجاوب من طرف المواطنين؟ كاين تجاوب 100%. حنا المواطنين ضربنا غيوره على المواطنه ديالنا كمغاربه احرار. حنا النداء خرج للوجود ودايرين سيارات مخصصين على مستوى جهه الدار البيضاء، لا سياره اجره ولا سياره بمكبر الصوت اللي على مستوى ساكنه مدينه الدار البيضاء، ولا مستوى السائقي المهني على مستوى المحطات سياره الاجره بيسان فيها نقل مسافرين نقل سياحي. عندنا اخوان فروع على مستوى الصعيد الوطني، والاخوان كلهم الحمد لله تعبوا ودرنا علاش درنا هذه المده ديال من 13 ل 17 باش ما يكونش عندنا واحد الاقتطاع ديال واحد العدد كثير ديال المتبرعين. بغينا داك الشيء يمشي حصه بحصه، وفعلا استجبوا لنا. البارح كان واحد العدد كثير الحمد لله، اللي هو يوم الاثنين البدايه ديال الاول ديال النهار ديال الحمله، لا صباحا ولا بعد الزوال، ونفس العمليه ثاني اليوم الثلاثاء الحمد لله كاين واحد الاخوان اللي كيجوا عندنا، الاخوان من مطار محمد الخامس، السائقي نقل السياحي، والاخوان مدينه برشيد بن سليمان كيجي داك الشيء، وحنا راه خدامين النهار كله طيله النهار. طبعا انا كنت بالصدفه، هي جات عن طريق الصدفه، طبعا كنت كنتبرع قبل كوفيد، كنت ملتزم سنويا تقريبا كنلتزم بتبرع الدم. هو هذا وعي اللي مفروض علينا ديال اننا كل المغاربه ينخرطوا فيه. علاش؟ لان اي واحد فينا، حتى واحد فينا ما بعيد على يقدر يكون محتاج الدم. يعني كنا مهدين بليزاكسيدون، كنا مهدين بفقر الدم، كنا مهددين باننا يكون عندنا احتياج ديال الدم. لهذا فهاد العمليه ديال التبرع بالدم هي كتجي في صلب الانتماء، في صلب المواطنه، يعني سلوك مواطنتي حضاري. كذلك هو عمل انساني في البعد ديالو، في العمق ديالو هو بعد انساني. علاش؟ لانك كتعتق ارواح اللي كتكون محتاجه، والعمل النبيل هي انك تعتق شي انسان ما كتعرفوش. انت ماشي حتى يوقع شي واحد فينا في العائلات ديالنا اكسيدون ولا يكون بغى يدير عمليه ويحتاج الدم ونبقاو نقلبوا على شكون يعطيه الدم. اعتقد ان الانسانيه والعمق ديال الانسانيه والاخلاق وانتماء لهذا الوطن، وكذلك محبه الناس المتبادله لنا واليوم كتفرض علينا ديال اننا نطوعوا نعطيوا الدم، لان قطره ديال الدم ديالنا ممكن تعتق روح في امس الحاجه ليه. تحديدا الناس اللي عندهم اصناف ديال الدم قليله بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.